من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا وسهلا بحضرتك، سعداء جدا بهذا اللقاء وهذه الإطلالة الجميلة. يعني يا رب يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة عنوان حكمتنا إيه؟ والله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني ابن عطاء اليوم السكندري يعطينا حكمة يعني لا أقول من العيار الثقيل ولكن من اللفظ القوي العجيب. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ الإنسان بين خوارق العادات والعادات. نعم. يعني لنا عادات معينة الإنسان ألفها. فمثلا عادات حسنة مستحبة وعادات مذمومة. من ضمن عاداتنا المذمومة التي نرصدها في السنوات الأخيرة أننا نحب سماع الإشاعات، نحب أن تلوث سمعة فلان حتى يعني يكون مادة حوارنا في مجالسنا الخاصة والعامة وربما على الفضائيات. نترصد للناس ونتصيد للناس الأخطاء. جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا قد سرق يا رسول الله. قال لا تقول سرق، قولوا أخذ. وجاء برجل مستور العقل قيل هذا مجنون يا رسول الله، قال لا تقول مجنون، قولوا مصاب. فإذا التعبير نفسه، الله يرضى عن عمر، مر على قوم بالليل خارج المدينة ويعس وهم يوقدون نارا أمام خيمتهم، فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. يعني أبى لسانه الذي تعود الخير أن يقول السلام عليكم يا أهل النار. يعني باب التمام. فإذا أنا الآن وفي مجلس معين وصفت في فلان يعني عدة وصفات طيبة، فلان خلوق وطيب وكريم وشهم وإلى آخره، يمل السامعون من كثرة مدحي له، وقد أكون صادقا، ولكن تتشنف الأذان وتشرئب عندما أقول ولكن فيه عيبان أو ثلاثة. الله أكبر. أيها من كده على طول الجميع يلتفت. الله يفتح عليه. هذا دليل على مرض داخل الإنسان يستطيع أن نسميه، العلماء نفسه يسمونه الإسقاط. فأنا أخرج ما عندي من أمراض فأضعها على فلان وفلانة، وبالتالي لا أرى مرضي ولا أرى عادة السيئة ولا أرى مصيبة التي أنا فيها ولا الورم الأخلاقي السيء الذي عندي، وإنما أريد أن ينوء به كاهل إنسان آخر. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ هذه عاداتنا السيئة أنا لم أخرقها، يعني لم أعطلها، لم أعطل مثلا أن يعني أنا أكاد أشك أن على المدى على المحيط القريب مني مثلا العائلة، كل واحد له عائلة، لو بحثت من العائلة سلم من لساني، أنا مش أتكلم عن المصريين ولا العرب ولا المسلمين، هذه في العائلة، العائلة واحدة. كم فرد من العائلة هذه سلم من لساني؟ يعني هتجد القلة، ولكن الكثرة أصابتهم كلماتي وبذاءة لساني وغيره. هذه عوائد أنا لم أخرقها. قضية أن الذي تعود أو استمرأ أكل الحرام، هذه عادات سيئة. طيب أنت تريد أن تعطل لك، يعني تريد تلك كرامات، وكما يعني ما هو الأنبياء معجزات والمقربين من الله كرامات، هذه الكرامات تأتيك وأنت لم توقف العادات الذميمة التي عندك. يعني أفضل الأعمال يا رسول الله، قال الصلاة لوقتها. طيب إذا كان من عاداتي ألا أصلي الوقت إلا في آخره، كان الصديق يقول الصلاة في أول الوقت رضوان، وفي أوسطه مغفرة، وفي أوسطه رحمة، وفي آخره مغفرة. فاعتبر الصديق
ان الصلاة في اخر الوقت يعني الظهر قبل العصر بربع ساعة اعتبر ان الذنب عايز استغفار، واعتبر ان قبل ما تصفر الشمس لصلاة العصر ان ده وقت الكراهية او ما قبل الكراهية، اعتبر ابو بكر ذنبا. فانا ما خرقت هذه العوائد. اذا كان من عاداتي ان يعني الصلاة كلها كروتة ونقرا كنقر الغراب في الرمة، قال عليه الصلاة والسلام لمن صلى واسرع وجاء ليجلس قال صلي فانك لم تصلي. رجع الرجل ثم صلى كما صلى في اول مرة، قال صلي فانك لم تصلي ثلاث مرات فانك لم تصلي. قال والله لا اشوف رجل صريح واضح مش زي حالتنا هو كده، لا قال والله لا احسن غير هذا يا رسول الله، هو تعود على كده. قال اذا جئت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فان لم تفعل فانه خداج، انت تخادع نفسك انك تصلي. يبقى هذه ايضا سبحان الله. وبعدين نيجي لدرجة الاعلى، يعني ليس لابن ادم من صلاة الا ما وعى منها. طب انا من دلوقتي بعد الصلاة اقول انا كنت سرحان في كم ركعة؟ ثلاث ركعات. كنت مركز في ايه؟ في ركعة. بين لي ربع صلاة. جيت الصلاة اللي بعدها سرحت الاربع ركعات. يبقى انا من الصلاة. جيت في المغرب خشعت في ركعتين ويبقى انا ليا ركعتين وهكذا. فدي بالخساره باستمرار. تخيل يوم ورا يوم ورا يوم وانا ايه استمرت هذا. ان يفتح المصحف عند بعض الناس من رمضان الى رمضان، وبعد ما ينتهي رمضان يرجعوا الى علبته ويحطوا تاني في الدولاب او من باب البركه او تحت مخده الولد او في السياره عشان ربنا يحفظها او في المحل عشان ربنا يكتر رزقه. ده خلاف طبعا، هذه عادات ذميمه لا دخل لها بدين الله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان تتغير وتخرق لي العوائد، وانا ما غيرت من نفس العوائد، لا انا اعيد صياغه ترتيب اولوياتي مره اخرى. يعني ضرب مثال تعودنا عليه كمصريين وعرب، دايما نتكلم عن المصريين مش باب العنصريه، ولكن يعني مصر ام العرب، فلما نتكلم عن مصر يبقى كل البلاد العربيه والاسلاميه. يقول لك يا ولدي، لما نروح الولد يخطب يا ولدي احنا بنشتري راجل. تمام طيب، خلي بالك من كلمه اشتري الاول. هي. تمام، هي خلاص دخلت في دور العبوديه ولا يشترى، يعني الكلمات نفسها. وحقيقه طابور البنات طويل جدا، والعقبات اللي احنا حاطينها على الزواج كثيره جدا. الى اين نحن؟ هذه عوائد. وبعدين وشوف يا ولدي، انا عارف انك موظف وعلى قد حالك والله يعينك، وابوك عنده ستة من العيال. شوف يا ابني احنا هنهون عليك المسألة، الثقيل علينا والخفيف عليك. الولد لسه عيني ايه على الزيرو، مش فاهم القصة، مش فاهم ان في شبكة بتنصب له. وبعدين زوجة الرجل او ام البنت، والله انا بعتبرك زي ابني بالظبط ده في البداية. وبعدين شوف يا ابني الشبكة دي هدية، يعني عيب احنا نفاصل في هدية، لكن يا ابني اللي تشوف اللي تظهر عليه الله يرضى عنك دي حاجه تفرح العروسه. بس خلي بالك، هي اختها اتجوزت من ثلاث سنين وجالها شبكه بكذا، بنت عمها لسه الاسبوعين اللي فاتوا وجالها بكذا، اما بنت خالها بقى وجالها بقطع. الولد قاعد ايه بيشوف مسرحيه عباره عن صوره من افلام الرعب لهيتشكوك ولا اجاتا كريستي. وبعدين شوف يا ابني احنا عايزين عش على الصورة بس يقويكم، يعني لو غرفتين كده بتاع. بس برضو يا ابني خلي بقى، بنت عمها جالها حتة فيلا ايه يا ابن انا سبحان الله الولاد عيني راتبه قد كده ولسه متخرج من سنتين. بهذا هذه عوائد يجب ان تخرق، يجب ان ننتهي، لان احنا بنهرج. شوف الصحابة عملوا عمل عجيب جدا، سهلوا الحلال جدا، فالحرم كان صعب، رحنا احنا مصعبين الحلال، اصبح الحرم سهل. صحيح، اصبح الحرم سهل. صدق سبحان الله. يعني الصحابه كان يعني تعالى يا ابني انت حافظ حاجه، مع الفتح زوجناك بقى، مع الاخلاص زوجناك بقى، التمس ولو خاتم من حديد، ما فيش اجمعوا لاخيكم، يعني سبحان الله. وانا اهيب بالاغنياء والاثرياء، مش كل واحد طلع زكاه مال يبني مسجد. يا اخوانا والله اطعام الجائعين وكسوتهم وايجاد المياه النظيفه لهم والعلاج وبناء المستوصفات واجهزه غسيل الكلى والاشعات واجهزه الاشعه يكون لها زكوات اموال في مكانها. كمان تزويج الشباب، الراجل عنده ثلاث بنات كيف يجهزهم؟
الراجل عنده ولدين ولا 3 أو 4 أولاد كيف يجهزه؟ كل ده من أموال الزكاة. ساعتها كده يشعر المجتمع أنه لحمة واحدة بفضل الله. فإذا خرقنا العوائد خرق الله لنا العوائد. يبقى ملهمين زي عمر بن الخطاب وزي عثمان وزي التم من الصحابة كانوا عند رسول الله وتأخروا عنده ليلا، كل واحد معه حصى. فالليل آخر الشهر ظلام المدينة كلها، فأضاءت أطراف العصيان في أيديهما إلى أن وصل كل واحد إلى بيته. كانوا معك الشهر لأن خرق العوائد، فخرق الله له العوائد. فوضحت كلام ابن عطاء يعني كيف تخرق لك العوائد وأنت ما خرقت من نفسك العوائد. يعني مثال 90% يعني مش عايز يعني أجزم يعني إلا في رمضان طبعا، من المسلمين لا يصلون الفجر في المسجد ولا في وقته. وكان يعني الآن أصبح صلاة الفجر من ضمن السي في بتاع تقديم العريس، يقول لك إيه أمه وبيصلي الفجر حاضر. الله، وأنت عايزها مسلم ما تصليش الفجر؟ طب ما جاي يعمل إيه يعني؟ فتخيل أن أصبحت من ضمن الـ يعني إيه الامتيازات. فشعب أو ناس لا يصلون الصبح في وقته يحصل إيه؟ البركة تنزع من الرزق، الشيطان يبول في فمي، وبعدين ليس في ذمة الله، يصبح ضيق الصدر مكتئب. طب انت عايز بعد كله يعني دي ثمرات من يصلي الفجر في وقته. عجبت لمن يصلي الصبح بعد شروق الشمس، كيف يرزقه الله؟ يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه، نزع رزق، نزع بركة صدر، شرح الصدر، لم يصبح في ذمة الله. من صلى الصبح في وقتها فقد أصبح في وقته قد أصبح في ذمة الله. واحد في ذمة الله، من يدافع عنه طوال اليوم؟ وبعدين صاحب مكتئب والشيطان بقى الله، هذه دي عوائد من غير تخرق. بيبتدي يعيد حساباته، هل خسر المسلمون والناس لما راحوا صلوا الفجر في رمضان ده كسبوا وفرحانين؟ طب نواظب، ما هو رب شعبان، رب رمضان، رب شوال، هو احنا ليه يعني سبحان الله العظيم مرتبطين بالعباده؟ هذه عوائد، هذه عوائد. فيعني تلاقي مثلا 29 رمضان او 27 رمضان المسجد لا موضع لقدم. آخر في الوتر بس، في الايام الوتر تمام. 29 يوم العيد صلاه العشاء في العيد هتلاقي مقيم الشعائر والامام احسن يعد المفتش ياخذهم غياب ولا حاجه. طب نطلع فاصل نرجع نواصل حوارنا مع فضيله العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني في حوارنا مع فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. ما زلنا مع هذه الحكمة الجميلة التي لها مدلول، يعني كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد. نعم. يعني ابدأ بنفسك الأول. أبطل العادات السيئة وغذي العادات المستحبة. اهدم كل ما مضى من تعود على أشياء وكأنها قوانين. يعني الكارثة الكبرى مثلا أضرب مثال من عاداتنا الذميمة، يموت المتوفى يموت إلى رحمة الله، والنساء يذهبوا يعزوا في زوجته إلى زوجته وبناته وأقاربه. هذا المجلس لو عرض على عمر رضي الله عنه لا يعني ما ضرب امرأة قط لكن كان شغل الدرة بتاعته. هذا مكان للغيبة والنميمة والكلام والنظر بالسلاح على الأرملة، ولو كانت صغيرة السن طب يا ترى تزوجه ماذا ترك لها؟ كلام خدنا الآخرة اللي احنا نتعظ بها أصبح حديث دنيوي. في كما ترى بعض الصوين عزاء من سنوات يمكن كان طلع موضة تصوير العزاء بالفيديو عشان بس يعرفوا انه ده راجل كان مهم جدا وجاء فلان بيه وجي مع الوزير ورئيس الوزراء والمسؤولين وتفخروا كما كانت العرب. العرب كانوا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يقولوا ده احنا كمان قبيلتنا 750 ومات مننا كمان 300، تعالى 1 2 3 يعدوا المقابر، حتى زاروا المقابر ليتباهوا بها. طب ماذا غير فينا الاسلام؟ هذه عادات جاهليه يجب ان تنتهي. العوائد التي تعودنا عليها من اشياء لا علاقه لها بدين الله سبحانه وتعالى، يعني مثال الغرب اخذنا عنده دبلة الخطوبة ودبلة الزواج. صح مظبوط، ولازم تتنقل مش عارف يوم ايه من اليمين للشمال وكان ايه. احنا شوف لو دخلوا جحر ضب
يعني مثلا الغرب ده مثلا الرجل بدون ذكر اسماء الرجل بتاع بيوت الازياء ده مثلا فلان او فلان انا داخل في الجحر ده وداخل احنا وراه. طب ليه هو كده؟ حذو كالنعل بالنعل والقدة بالقدة. فالقضية الكبيرة ان احنا عايزين نعمل يا استاذ عيد الزواج. عيد الزواج ايه؟ ايه الكلام العجيب ده؟ وهو لما يعملها معاملة طيبة طول السنة ويعمل لها عيد زواج وبعدين يأذيها بعد كده، ما فائدة عيد الزواج؟ فنعمل عيد الميلاد او تدرس حاجزين قاعة في فندق وبعدين بعد ما تحضر هو ده عيد ميلاد مين؟ يقول حمادة. حمادة ده عنده كام؟ ده عنده سنة. وفين حمادة؟ في البيت. ليه؟ مع الدادة. الله، يبقى ابو حمادة وام حمادة وعم حمادة واللي خلف حمادة. وعيد الحب. يعني ما انا مش عايز يعني شوف كلما اكثرنا اعيادنا كثرت احزاننا. وكان الصحابة لهم عيدان. نعم. عيد الفطر وعيد الاضحى. ولكن كان كل يوم سبحان الله العظيم كما اقول دائما يعني لما كثرت اطباق السطوح قلت اطباق المائدة. وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. ربنا ينفع بك مولانا، وريدت ان تدعو وان نؤمن خلفك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم يا ربي اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا حسنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، اللهم انزل على مصر بركاتك ورحمتك وافتح لها يا رب العالمين من فضلك وعطائك يا اكرم الأكرمين. اللهم لا تحوجنا إلى غيرك واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا ينفع بك مولانا، وشاكرين جدا، ونلتقي على خير غدا إن شاء الله. بشكركم جدا، وغدا نلتقي إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.